فعندما ترى بعض الأحزاب وهي قد أصبحت اليوم المدافعة المستميتة لهذه الشركات وبجميع الميادين في مجلس النواب، في الحكومة، وحتى أحياناً في القضاء، هذا سيجعلنا في شك وحيرة أزاء هذا السلوك. هل تعلمون يا أخوان أن هذا القطاع من شأنه أن يعضد من اقتصاد العراق اليوم وبشكل كبير جدا، لا سيما ونحن نمر اليوم بأكبر أزمة مالية، وهذا بسبب هدر المال من قبل هذه الحكومات المتعاقبة بالفشل. نجي الآن يا سادة يا كرام على تعريف الاستثمار، وباختصار الاستثمار هو عبارة عن رأس المال المستخدم في إنتاج توفير الخدمات والسلع، وقد يكون استثمار ثابت كالأسهم الممتازة والسندات، أو استثمار متغير مثل ملكية الممتلكات. ويعرف الاستثمار بأنه الأصول التي يشتريها الأفراد أو المنشآت، والهدف من الاستثمار هو توفير الحماية للمال من انخفاض قوته الشرائية الناتجة عن التضخم، وأيضا المحافظة على استمرار التنمية في الثروة المالية والوصول إلى أكبر قيمة من الدخل الجاري، وكذلك توفير الحماية للدخل من الضرائب وغيرها، وأيضا الوصول إلى أكبر نمو من الثروة وتأمين المستقبل. وكل ما ذكرناه حقيقة أحبتي المشاهدين قد تحقق، بل أكثر من ذلك، هذا بالنسبة للمستثمرين اللي بالعراق وخاصة في مجال الاتصالات. فهذه الشركات يا سادة يا كرام اليوم لا نعلم إن كانت هي مستثمرة أم مستعمرة للاقتصاد العراقي، ونحن نراهم اليوم يصولون ويجولون بكل أريحية وبدون أي منافس أو أي رقابة حقيقية، خاصة بعد للأسف أصبحت ضمائر من بعض هؤلاء المسؤولين لهذه الملفات المهمة والخطيرة ضمائرهم ماتت وتمكن منهم الفساد، وأصبح يعشعش في أغلب دوائر ومؤسسات الحكومة اليوم.